سي لابيت تو قلت لهم المرتبه الاولى صحيح مهمه لكن فما كومبليتيزاسيون باقي في البريمير ميتون انه في ديفو دونك شنو هو لي سوليوشن اللي تنجم بالشيما تكتيك بتاعك تنجم تلقى لي سوليوشن ديريكت من غير ما تبدل ديسبوزيتيف السوليوشن هو الحل عند الله سبحانه وتعالى التوفيق انا كمدرب عليا الفريق ياخذ سي دو جو اللي ينجم ياخذ الكاش ياخذ قدام المرمى معناها في احسن ظروف دول اللي قاعدين نخطف في 6 متر مش من برا نشوف قاعدين نخطف دونك هذا بعد التوفيق عند الله دوزيام ميتون ديما نفليشيو شويه لا انا با فليشيو اجوردي بالعكس انا ديس كونترون جوسكو لافان احنا نجري و يا با دو كرون ما تمش دي كرون ما تمش حتى دونك اوني بيان حتى جمع البيت اوني بيان في تيرا بوري كيما تيرا هذاك انا في لو جو بريمير ميتون بوندون 45 مينوت احنا انا بوسي دوزيام ميتون يحكيو على المرسى دوزيام ميتون كاسكا لا يو المرسى كوم اوكازيون دوزيام ميتون انا كورنير كونتر احنا كنا في كورنير وي صار كونتر كونتر وبلا ريتي شوت ديريكت من 30 متر وقتنا احنا قبل البوند و 12 عند جابو في 30 متر